على رأس قائمة الأولويات، الشارع العراقي يطالب بالإسراع في تشكيل حكومة الخدمات. استقالة علاوي، البحث في الأسباب والمآلات والمزيد من التكهنات مع المتغيرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حلقة جديدة من حصاد الأيام. بعدما ازدادت أوضاع الشارع العراقي سوءا والمراقبين يتابعون بحذر نتائج هذه التحركات اللي تقريبا شلت مفاصل الحياة العامة للشعب، اتجهت دعوات الشارع إلى تشكيل حكومة بالوقت الممكن للخلاص من مأزق الصدامات. فبعد المتابعة من قبل أصحاب الرأي، فسروا أن التوجه إلى تشكيل حكومة هو الطريق الأسلم، خصوصا بعد التأخر في إقرار الموازنة والضعف في الخدمات والفراغ الذي تشهده السلطات. هذا يعتبر أخطر ما تتعرض له البلاد. هنا يجري هذا الحراك الشعبي في وقت اجتمعت فيه الرئاسات مع قادة القوى السياسية، مستثنى من ذلك التيار الصدري وبحضور المبعوثة الأممية، متفقا الجميع على الالتزام بالثوابت الوطنية، تسهيد لغة الحوار، العمل على إيجاد آليات الحل الشامل اللي تضمن العودة للمسارات الدستورية. كذلك في حصادنا راح نناقش في ملفنا الآخر الاستقالة المفاجئة لوزير المالية علي علاوي، واللي قطعت سلسلة التراتبية في كون الحكومة الحالية بأكملها معدة لتصريف الأعمال اليومية. ورغم أن عنوان الاستقالة الأبرز كان بسبب عدم وجود خطوات فعلية لإصلاح الاقتصاد وإيقاف عمليات الفساد الممنهج، لكن من يبحث عميقا بين سطور هذه الاستقالة يجد الكثير من علامات الاستفهام، بما يمكن معها ربط هذا الحدث بالمتغيرات الأخيرة اللي طرأت على الساحة خلال 24 ساعة الماضية. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعة مشاهدي الأحبة حتى نفتح بمعيتكم هذه الملفات ونناقشها مع ضيوفنا الكرام. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. اليوم الشارع العراقي صار يتحرك بذكاء ووعي ويبحث عن مصالحة اللي توفر للعيش الكريم. انطلق بهاي الاعتصامات بمطالب الأول، يعني بأول حقوق اللي صار أشهر تغيبت عنه، وعلى رأسها تشكيل الحكومة. البلد وصل إلى مستويات مخيفة من الإهمال بكل الجوانب، وبعد الملل اللي أصاب المواطنين انتفض بطلب بتشكيل حكومة توفر لهاي الخدمات، بالتالي تحقيق عيش كريم. مشاهدينا أحب نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. أزمات صارت تنخر جسد البلاد والعمليات السياسية، إذ يشهد البيت السياسي خلافا غير مسبوق خلال الأعوام الماضية، والمواطن العراقي ما زال ينظر بعين المراقب للأحداث التي صارت تزداد حدة يوما بعد آخر، ومخاوفه من خطر الوصول إلى منحدر النزاعات العميقة حيث تجعل المواطن كبش فداء لهذه الصراعات. فبعد المساعي الكثيرة من قبل الإطار الشيعي بعقد جلسات حوار بين الفرقاء السياسيين، انبثقت جذوة أمل لدى الشارع بهذه التحركات التي عمل عليها الإطار يحث خطاه لتنفيذ مطالب المواطنين، التي تلخصت بتشكيل حكومة تنقذ البلاد من مأزقه. فتوجهت أمال العراقيين نحو تشكيل حكومة وطنية توحد الآراء بين الكتل المشاركة وتبعد البلد من الخطر، إذ بات من الضروريات الملحة التوجه إلى تشكيل الحكومة المرتقبة وعبور التحديات الصعبة،
فأصبح انتظار استكمال ما تبقى من الرئاسات لتشكيل الحكومة يتصدر قائمة الأولويات بمطالب الشارع، فلا شيء يشغل حديث المواطنين سوى العبور من هذه المرحلة، وإجماع شعبي بطلب إكمالها لتوفير الخدمات والموازنة التي بدأت تشغل أفكار المواطن بعدم تأمين رواتبهم. فلا خيار يشترك مع تشكيل الحكومة المقترح ولو لسنة واحدة كما تطرح الآراء حول ذلك، كونه المنفذ الوحيد لخلاص البلد من المشكلات التي عصفت به جراء التمسك بالآراء من قبل بعض الأطراف. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيوفي الأكارم الدكتور خالد عبد الله عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، حياكم الله دكتور ضيفا كريما، مرحبا بحضرتك. وكذلك أرحب بالدكتور أحمد العيساوي عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني، حياك الله دكتور أحمد. وينضم معي من السويد عبر سكايب السيد علاء الصفار السياسي المستقل، حياكم الله أستاذ علاء. أبدأ مع حضرتك دكتور خالد، نتحدث اليوم عن استخدام ضغط الشارع ليس لتحقيق الأهداف بقدر ما هو ضغط على صانع القرار كي يسير قدما في إكمال متبنيات العملية السياسية. قبل يومين كان ضيف الكريم الدكتور عامر حسن فياض تحدث عن علوية الشارع وعلوية الجماهير. بالتالي اليوم لما نلاحظ أن هنالك تظاهرات التيار وتظاهرات الإطار، اختلفت التجاذبات السياسية، ولكن إذا ما تحدثنا عن تظاهرات الإطار فإنها تدعو إلى إرساء مؤسسات الدولة وسط تأخر كبير بعد الانتخابات، كيف تنظر إلى هذه المطالب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك يا أستاذ أحمد ولضيفك العزيزين الكريمين وجميع مشاهدي قناة الأيام، وشاكر لهذه الاستضافة. يعني دائما عندما نتحدث عن الشعب وأهمية الشعب بالتأكيد دائما نذهب إلى الدستور العراقي الدائم لعام 2005 والمادة الخامسة منه تتحدث عن السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات يمارسها بالاقتراع السري المباشر عبر المؤسسات الدستورية. كل القوانين عندما تصدر في مجلس النواب تصدر باسم الشعب، وبالتأكيد هنا نتحدث عن العلوية اللي تحدث عنها دكتور عامر بسؤالك بهذا الخصوص. لكن النزول إلى الشارع وتجهيز الشارع، أنا أتوقع هذا الأمر في انسداد سياسي وفي أزمة سياسية فيه منعطفات كثيرة ومخاوف كبيرة من تهديد السلم والأمن المجتمعي، لا سيما اليوم نتحدث بأن هذا الصراع السياسي أو هذا الانسداد السياسي تحول وفق معادلتين، معادلة أمام مجلس النواب العراقي ومعادلة أمام جسر المعلق، اعتصام هنا واعتصام هنا. وبالتأكيد الحديث عن من يطالب بتغيير النظام والدستور والانتخابات ومن يطالب بحماية المؤسسات الدستورية. لكن الشيء اللي ملفت اليوم في اجتماع الحوار والتفاهم بين القوى السياسية من مختلف سواء كان في البيت الشيعي أو البيت الكردي أو البيت السني، اتفقت على أهمية المؤسسات الدستورية. نتوقع مشاكلنا السياسية قبل أن ننزل إلى الشارع ونحتكم إلى الشارع. أنا أتوقع الشارع يحتاج من نعيد الثقة بالعملية السياسية من ناحية، كيف نذهب بانتخابات مبكرة بدون أن يكون هنالك دعوة للأغلبية الصامتة لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية. صحيح اليوم نتحدث عن المادة السادسة على التداول السلمي للسلطة، لكن القوى السياسية العراقية اليوم تستدرك في أكثر من مناسبة فيما يتعلق بالحصول على سقف أعلى عندما تتصارع أو عندما تختلف في وجهات نظرها في كثير من المسائل السياسية. والأمر اللي اليوم لاحظناه أستاذ أحمد يتعلق بقوة المواطن العراقي، معدلات البطالة، الفقر، المخدرات وانتشارها وتوسعها، أمراض اجتماعية كثيرة. من الذي مسؤول عن هذه الإجراءات؟ أنا أتوقع نحتاج قوة سياسية تكون لديها رؤية واضحة، تنازلات متبادلة حقيقية، الخروج من بوتقة العناد السياسي، الحديث عن أن المسألة السياسية تبحث في داخل المشهد السياسي العراقي لا تخرج بمدايات واسعة. ولاحظنا هذه الحركة منذ عام 2014 عندما كانت هنالك مشاكل في مجلس النواب كانت ترحل على مجالس المحافظات، فأصابت مجالس المحافظات بالشلل التام وصولا إلى عدم تقديم الخدمات إلى المواطن العراقي. فالمواطن العراقي اليوم أخذ يترقب بشكل حقيقي ويحاول أن يعبر عن رأيه، انقسم ما بين معادلتين، معادلة
ذهب جزء منها للتغيير ومعادلة الأغلبية الصامتة التي لم تذهب في انتخابات 2018 وانتخابات 2021 المبكرة التي لم تؤتي نتائج حقيقية في عملية الوصول إلى إصلاح حقيقي للنظام السياسي العراقي. التغيير كبير حصل في العملية السياسية دكتور أحمد، وجدت رحابي بحضرتك، يعني مفوضية تغيرت، انتخابات مبكرة، محكمة اتحادية التأمت، الكثير من المتغيرات. يعني هسه المتتبع للمسار الديمقراطية لربما نسير نحو الأمام، ولكن على أرض الواقع الكثير من الإشكالات اللي تحدث، بالتالي كلما توغلنا في مسار ديمقراطي نرى بأنه السلبيات أو التأثيرات الجانبية هي التي تضغى وليس التأثيرات الإيجابية. كيف تنظر إلى هذه الجدلية؟ أولا نرحب بك وبضيفك الكريم وبمشاهدي قناة الأيام. طبعا كل مشاكلنا اليوم هي روح 30 الدستور. نحن اليوم منذ 2003 لحد هذه اللحظة لا نستخدم الدستور العراقي استخداما صحيحا، بل نستخدمه عند الحاجة إليه. ولهذا السبب ترى أن جميع القوانين اليوم اللي موجودة في السلطة هي أعراف سياسية، اتفاقات سياسية بين كتل سياسية، وتمضي الموضوع ويرحل المشكلة من زمن إلى زمن إلى اللي وصلنا إلى اليوم. وحتى اليوم يعني دعوات حل مجلس النواب دون الرجوع إلى القانون أيضا يعني هو يقول إلى العرف السياسي، يعني خلاص أنه أني خارج السلطة يجب أن يحل هذا الموضوع وتذهب إلى انتخابات مبكرة. نحن بحاجة أولا إلى تفعيل الدستور العراقي وتفعيل جيدا، وخاصة رغم أن الدستور العراقي ذكرت فيه كلمة مكونات كثيرا ولم تذكر كلمة مواطنة إلا القليل، وذكرت كلمة توافقيات كثيرا، لكن أن اليوم الدستور العراقي بالعموم نحن بلد مكونات، وهذا شيء قوة يعني للديمقراطية وقوة للوطن أن يكون عدة مكونات تعيش في بلد. أكو بلدان تعيش فيها يعني 72-73 مكونات في داخل بلد، نحن اليوم العراق 3-4 مكونات في بلد، من الممكن إدارة هذا البلد في يعني عمقه وفي تاريخه. ولكن نحن بحاجة اليوم إلى فهم الدستور يعني فهم كامل. اليوم نحن ندعو إلى انتخابات مبكرة، حتى قانون الانتخابات والمفوضية ما بها مشكلة، ويمكن يعرف الدكتور أن لما تقول انتداب ممكن مجلس القضاء الأعلى ينهي انتداب القضاة بأي وقت ويعيدهم إلى مجلس القضاء الأعلى ويبدلهم، يعني مو مشكلة هي سياسية كبرى في المفوضية، لكن اليوم المشكلة في قانون الانتخابات. وحتى قانون الانتخابات باكر عقبة يقدر يقعدون 5-6 في القانون خبراء ويعدلون قانون الانتخابات، لكن في التوافق السياسي اللي موجود، لأن يعني أنت مو كتلة واحدة في البلد حتى نمشي القانون على مزاج كتلة وكتلتين في البلد. ولهذا السبب نحن بحاجة ماسة إلى الحوار الوطني، والحوار الوطني إجا بهذا الوقت رغم المشاكل لكن إجا يحل يعني عظم يعني جميع المشاكل في البلد. يعني منذ 2014 وقبل 2014 صادف البلد عدة مشاكل وتراكمت وصلنا لحد هذه المرحلة. نحن اليوم بحاجة ماسة إلى الحوار الوطني، والحوار الوطني نطرح كل مشاكل الوطن فيه ونقعد بعدين نحلها. هسه مجرد اليوم جلوس الفرقاء السياسيين لأول مرة منذ شهر أو شهرين جميع الكتل السياسية على طاولة حوار واحدة هي بادرة حسن نية من الجميع. نفتح موضوع طاولة الحوار، ولكن حسب في مقدمات الموضوع الأستاذ علاء صفار حياكم الله مجددا، يتحدث ضيف الكريم عن مقدمات المشاكل تؤدي إلى نتائج كارثية، وأشار إلى عام 2014 كما تفضل الدكتور أحمد العيساوي. بالتالي كيف تنظر إلى هذه الأزمة الحالية، مآلاتها السلبية حتى على الأقل نستخدم استمالة التخويف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء السلام عليكم وعلى ضيفين ومشاهديك الأعزاء، حياك الله. عليكم السلام. أنا مر به اليوم هو أعمق من كون خلافات سياسية، ما نمر به اليوم هو انقلاب، وموجود هناك انقلابيون يسيطرون بقوة الشارع والسلاح والانفلات، قوة ترهيب ترهب الدولة ترهب كل شيء. يعني لماذا لا تخرج الشرطة لإخراجهم؟ لأن سوف يكون هنالك سلاح وراءهم مسلحين وبقات واغتيالات وقتل. يعني هذه مشكلة، هنالك انقلاب رسمي على كل مؤسسات الدولة في كل دولة في العالم. أنا الآن في السويد، وفي أي دولة هنالك مشاكل سياسية يتم علاجها من خلال أطر وآليات. ما ممكن للدولة يا أخي حتى العشيرة إلها سنين أو إنهم سناين بالعشائر، ما ممكن للدولة أن تدار بقزبوصة. يعني ما ممكن للدولة والله استقيلوا 73 نائب
يعني 73 نائب، ايش قد اذا على كل نائب 100,000 او ايش قد انتخبوهم، يعني ايش قد المفروض التقديرات، هذول كلهم بقصقوصة وحده انتهت كل شيء يعني واستقالوا، ويريد بنفس الوقت هاي تكون ديمقراطيه وحريتهم، وياتي بعد فتره يقول لا رجعوهم. يعني الطامه الكبرى الان يطالبون باعادتهم، احنا نلعب ويا جهال اطفال، يعني المشكله بطلت انا رجعوا دعابني رجعوا الطوبه مالتي، ما يصير يا اخي. هذا الكلام ما يقبل في اي مجال، لا عشائريا والله العظيم، مو دوله لو علوه ما مخبر هم واحد من 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 تاجر يقول بعت او من يقول اشتريت ما يقدر يرجع باسلوب طفولي مثل ما دا يحدث للعراق. العراق الان يمر بمهزله، فحتى العالم علينا عيب، يا بعيب مو هالشكل. انت استقاليت وخليت نوابك قاشت ايدهم واوكي واكو التزام، زين ترجع تبطل لا اريد، واذا ما بطل خرب الملعب، يعني لو العب لو خرب الملعب، لو ما يصير. يعني انا والله حقيقه يعني هذا يجب كل عقدة سياسية بالتأكيد احنا تكلمنا على كثير من العقد السياسية أستاذ علاء، وبالتالي هذه العقد السياسية دكتور لاحظنا الكثير من الوساطات، خارطة طريق، حوارات، دعوات للتهدئة والحوار، يعني لحد يوم آخرها اجتماع قادة الكتل، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، عدا التيار الصدري الذي أصدر بيانا من المكتب الخاص بعد مشاركته بهذه الحوارات. طيب ما هو كان خلافا يعني مشخصا، ليس طرف من عدة أطراف بل طرف رئيسي نصف المعادلة قبالة التيار، التيار قبالة الإطار. أستعير منك كلمة العقد، لدينا ثلاثة عقد في المنشد السياسي العراقي. عقدة تاريخية في إطار صراعات زعامات سياسية، وعقدة العناد السياسي، وعقدة الضمانات، من الذي يستطيع أن يقدم الضمانات؟ أنا أتوقع اليوم حضور السيدة بلاس خارت قد تعطي نصر كبير جدا في عملية الدفع، باعتبار الأمم المتحدة قد يكون لها دور كبير جدا لأنها وقفت على مسافة واحدة منذ 2003، وأيضا قرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن في عام 2007 أعطى لها كبير دور كبير جدا في عملية المشهد السياسي، وتمتلك خبرة كبيرة. المشكلة في المشهد السياسي العراقي مثل ما قلت ثلاثة مشاكل لدينا. العقدة التاريخية ما زالت هي حاضرة، من الذي يمثل المكون الشيعي؟ نفس العقدة في المكون السني، نفس العقدة اليوم في المكون الكردي، وهذه حقائق. والدليل على ذلك الصراع اليوم بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حول منصب رئيس الجمهورية. البعض يتحدث عن أكثر المقاعد، والبعض يتحدث عن الاتحاد الوطني بأنهم لديهم اتفاق استراتيجي وقع في زمن الراحل مام جلال طلباني مع السيد مسعود برزاني في تقاسم السلطة على مستوى الإقليم وعلى مستوى السلطة الاتحادية. نفس المعادلة نتوقع موجودة في داخل البيت الشيعي والبيت السني، لكن البيت الشيعي نتوقع فيه الكثير من المحددات التي يمكن من خلالها أن تفضل القوى السياسية العراقية في إطار البحث عن خيارات وبدائل. لكن هذا الاجتماع أنا باعتقادي حقق إجماع حقيقي، هذا الإجماع الحقيقي رسالة للتيار الصدري بأن حضوركم مشاركتكم في إطار هذا الاجتماع وهذا الحوار هو يدخل في إطار ما خرج من مخرجات بالعودة إلى الدستور، حماية المؤسسات الدستورية، البحث عن خيارات وتفاصيل الانتخابات المبكرة، طبيعة تشكيل الحكومة، انتخاب رئيس الجمهورية، البرلمان الحالي وعملية انعقاد جلساته. يعني هي من الصعوبة جدا، يعني أنت تحل برلمان والمادة 64 تتحدث عن 60 يوم، كيف يستطيع رئيس الجمهورية أن يعمل انتخابات خلال 60 يوم؟ من هي الحكومة التي سوف تضع مظلة حقيقية لإجراء الانتخابات؟ الأموال المخصصة موازنة اتحادية لدينا، قانون انتخابات المحكمة الاتحادية عندما صادقت على نتائج الانتخابات في ديسمبر الماضي وضعت شرطا أساسيا بتعديل قانون الانتخابات على مستوى الجوتا وعلى مستوى الفرز وحتى على مستوى الدوائر الانتخابية 83 دائرة، لأن العراق غير مهيئ. يعني مسألة الحديث عن الدوائر المتعددة قد يكون شيء إيجابي، ولكن بعدنا في إطار المخاض الديمقراطي، لم نستطيع أن نفهم شيئا من الديمقراطية بشكل حقيقي وجدي في إطار الحديث عن الدوائر، لأن تحولت هذه الدوائر إلى عشائر وإلى مناطق، وهذا يتناقض مع ديباجة الدستور العراقي.
لدينا مشاكل حتى في الدستور العراقي تستلزم تعديلات دستورية حقيقية واضحة. هذه إشكالية ترافقت منذ 2007 وأهملت وتناست، ومن ثم وصلنا إلى أن داعش سيطر على ثلث مساحة العراق أيضا في ظل صراع سياسي كان خانقا في ذلك الوقت. لذلك نتوقع المشهد السياسي مشهد يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى حوار، يحتاج إلى حكماء مثل ما قلت ورجال دولة حقيقيون يعلوا المصلحة الوطنية العراقية، يعلوا مصلحة المواطن العراقي، يتحولون من السلطة الحاكمة إلى السلطة الخادمة. هذه مفاهيم أساسية نتوقع إذا تحققت صدقني سوف تكون المعادلة الانتخابية معادلة حاسمة. لا نتحدث عن 30 أو 40 أو 20، نتحدث عن 70 و80 عندما يجد المواطن العراقي بأن مخرجات النظام السياسي أو العملية السياسية تصب في إطار الخدمات، في إطار البنى التحتية، في التربية، في التعليم، في الصحة، في القطاعات الخدماتية. هذه هي المشكلة اللي تنقص اليوم المواطن العراقي من ناحية، وتنقص أيضا الكتلة السياسية العراقية. ليس من المعقول بأن كتلة سياسية مثلا تطرح قانون أو مشروع قانون بنى تحتية ويتم معارضته من قبل قوى سياسية ويتحدثون بأن هذا الأمر سوف يجير إلى سين أو صاد من القوى السياسية. علينا أن نعمل بفريق واحد هدفه هو المحافظة على سيادة العراق، كرامة الإنسان، استقرار السياسي، أمن المواطن العراقي، سلم أهلي. لدينا تجربة 2006 و2007 تجربة مريرة كانت، فقدنا الغالي والنفيس في إطار هذا الوضع، ولكننا نهضنا. هذه التجارب يجب أن نتعلم منها، لا أن نقع في إطار نفس الأخطاء. وبالتأكيد نقول نحن حذرنا أو نخرج ببيانات ويقولون بأن الدم العراقي خط أحمر، ولكن الدم العراقي ينتهك على مرأة ومسمع من المجيء. لذلك نتوقع تحتاج إلى تنازل حقيقي واقعي. لا نفكر بمبدأ الرابح والخاسر، أن نتوقع الرابح والخاسر هو لا يجير إلى كتلة سياسية بقدر ما يجير إلى المواطن العراقي بالدرجة الأولى. طيب دكتور أحمد، يعني تفضل دكتور خالد عبد الإله، إلى ثلاثة عقد، خلنا نأخذ ندرس عقدة الزعامة. كيف يكون التوافق إن لم يجلس الفرقاء إلى طاولة حوار واحد، وتمت الدعوة إلى هذه الطاولة من العديد من الرئاسات والشخصيات والكتل السياسية، كان آخرها دعوة السيد العامري ويعني حركة المكوكية بين الكتل السنية والكردية والشيعية، اليوم جلسة الحوار اللي دعا لها الكاظمي ورئيس الجمهورية. بالتالي يعني عقدة الزعامة شلون راح تحل إن لم يكن هنالك جلوس إلى طاولة مصارحة بين الطرفين كي نصل إلى مستويات من التفاهم؟ أولا اليوم أنا قلت في بداية حواري، قلت مجرد جلوس اليوم الفرقاء السياسيين أو رؤساء الكتل السياسية على طاولة حوار واحدة، هسه حتى لو طلع البيان مثل ركيك أو طلع البيان في مخرجات ممكن الشعب العراقي كان يتأمل أكثر من هذا، ولكن هو جلوس منجز بالنسبة للشعب العراقي، لأن جلوس الفرقاء السياسيين يهد الساحة. اليوم فقط بقى التيار الصدري، والتيار الصدري لديه مطالب، هسه المطالب صحيحة خارج الدستور، داخل الدستور ممكن التفاهم عليها، ممكن الوصول إلى نتيجة معينة. بالأيام القليلة المقبلة سيكون هناك حراك على التيار الصدري، ولكن المهمة الأكبر اليوم اللي أنجزت هي أنه الحوار صار، أنه الأطراف قعدت على طاولة حوار واحدة، أنه الكل متمسك بالدستور والكل متمسك بالقانون، الكل متمسك بمخرجات الدستور بصراحة أكثر. اليوم الديمقراطي الكردستاني، حتى نرجع للوراء شوية لو راح نخرج عن الموضوع، مشكلته في رئاسة الجمهورية أيضا كانت اسم على الزعامة، هو تكرار السيد برهم صالح كان سيؤدي بزعامة كردية ثانية، ولهذا السيد مسعود برزاني رفض السيد برهم صالح. وايضا هناك مشكله في يعني في السياده في المناطق السنيه ايضا على الزعامه، هل الزعامات ما تولد يعني مو هي مو اليوم وساعات ودقائق وتولد، اكو زعامات تاريخيه ما ممكن انه لحظات تصير، ولا ممكن انه كتله سياسيه تصير، ممكن كتله اليوم 80 نائب وباكر تصير 20 نائب. هذا التحرك الديمقراطي اللي بالعراق ما يخلق زعامه، ولكن الزعامه تجي من التاريخ. نحن اليوم بحاجة، ويمكن الدكتور يعني غلب هذه، مصلحة المواطن. إذا أنت زعيم حقيقة تنازل لمصلحة المواطن،
إذا أنت تشوف نفسك اليوم مع الفقراء فتنازل لمصلحة الفقراء. اليوم وضع البلد كله متكهرب، يعني حتى لو نشوف وضع البلد حركة طبيعية والسير طبيعي وما أعرف شنو، لكن ترى الاقتصاد راكد والناس خايفة. وإحنا خلي نذكر المواطن ونذكر أنفسنا، إحنا اللي شاركوا بالانتخابات 10 مليون، يعني هناك 30 مليون هسه ما مقتنع بالعملية السياسية، ما يريد يطلع، ما أعرف شنو. هذول اللي المفروض اليوم نقنعهم، احنا مو ال 10 مليون نسويهم مشكله. 14 مليون دكتور خالد يقول، يعني 14 مليون 10 مليون احنا بانتخابات، لان 6 مليون راحت اصواتهم لهذا. والقانون وقانون الانتخابات وكيفيه قانون الانتخابات والجلوس على طاوله الحوار بحد ذاتها هو رساله اطمئنان. شوف جنابك الكريم، وهذه هم يعني رساله وجهها الاطار التنسيقي بطريقه او باخرى. اليوم الاطار التنسيقي وبالطرق القانونيه، يمكن اليوم يعني كليتكم اساتذه في القانون وتعرفون، يعني حتى لو كان الموضوع اليوم الاطار التنسيقي لديه 174 نائب، من الممكن ان يعقد جلسه، يعني اقصد مع الحلفاء مع الاتحاد الوطني ومع العزم، ومن الممكن ان يعقد جلسه برئيس كبير، يعني برئيس الجلسه، وممكن ان يمشي الموضوع لفتره معينه ويعقد جلسه البرلمان، واهم شيء يعيد يعني السلطه التشريعيه. ولكن هو بعدم عقد الجلسة هي رسالة إلى السيد الصدر، إحنا ما نريد نكسر بيك، نحن اليوم بيدنا قوة بس ما نريد نكسر بيك، إحنا عندنا جمهور بس ما نريد نكسر بيك. هذه رسائل من الممكن أن الطرف الثاني ما يفسرها بهذه الطريقة، ولكن هي أيضا رسائل موجهة للطرف الثاني أن الهدوء واللجوء إلى طاولة الحوار هو الحل، لأن الشعب العراقي مل، والديمقراطي الكردستاني والسيادة اليوم مو مع حل البرلمان بهذه الطريقة والتوجه إلى انتخابات مبكرة. ولو كان مع هذه الطريقة ما حضر حتى الحوار اليوم ولا قال نحن متمسكين بالدستور. ولو تلاحظ تغريدة السيد مسعود برزاني والسيد نجفان برزاني وحتى السيد محمد الحلبوسي في كل لقاءاته كان مع الدستور ومع انه نذهب الى تغيير قانون الانتخابات، وبعدين اللجوء الى طرق، وبعدين نحل البرلمان. طيب هذا الموضوع يجعل اليوم التيار الصدري في مواجهه جميع الكتل السياسيه، مو في مواجهه الاطار فقط، يعني حتى نكون واضحين. اليوم جميع الكتل السياسيه هي مع الدستور، واني اكون في صف انه انا مالي دخل بالدستور، نحل ونروح قبل نطب الانتخابات بدون لا قرار دستوري وقرارات المحكمة الاتحادية. خلي أقول اللي يعتمد على قرار المحكمة الاتحادية ممكن تحل البرلمان. طيب. قرارات المحكمة الاتحادية تستند على أمرين، على أمر المشرع اللي كتب الدستور تروح تستشيره شلون كتبت هاي الفقرة، ليش كتبتها، على أي شيء استنبطت، والقرار الثاني على القياس، قياس انه اكو حاله صارت سابقا او على قانون ممكن تستنبط منه. وذكرت حضرتك الاعراف الدستوريه، اي نعم، والاعراف السياسيه هي اللي سائد. نعم نعم، قاطع الدكتور احمد خلتها بالسال على نعم. لا بس ممكن انه اكمل هذه. نحن عدنا في طلب سابق من نواب سابقين ايضا لحل البرلمان عندما كانت نعم. يعني شد وجذب، والمحكمه الاتحاديه ردت هذا الموضوع، فاحنا ما نعتمد اليوم ننتظر قرار المحكمه الاتحاديه ان يكون في حل البرلمان والضغط على المحكمة الاتحادية. طيب. وخاصة الجميع يقول نحن مع مجلس القضاء ومع المحكمة الاتحادية والقضاء خط أحمر. أستاذ علاء، لما نتحدث عن القاسم المشترك في هذه الحوارات اللي تصير هسه، شفنا أكو عدم يعني قبول للحوار من قبل التيار عبر بيان خاص من المكتب الخاص، ولكن القاسم المشترك أشار الدكتور خالد عبد الإله إلى الوساطة الأممية و الأمم المتحدة عندما دخلت على مختلف الأزمات، هسه بغض النظر عن المواقف السلبية والإيجابية، ولكن هي داخلة في هذه الأزمات والانتخابات الأخيرة. سيد بلاس خارت التقت بالسيد الصدر، التقت بالسيد العامري، حضرت دعوة الحوار اليوم. هل من الممكن أن تلعب دور الوساطة وبالتالي تسد هذه الثغرات اللي ما استطاع أحد أن يسدها، و نشهد في الأيام المقبلة التقاء الأطراف السياسية والفرقاء السياسيين؟ في الواقع أنا لا أرى ضوءا في نهاية النفق، لأن أساس المشكلة هو التزوير اللي حصل. كيف حصل على 73 مقعد؟ هنالك تزوير حصل برعاية خارجية، تم تلاعب بالسيرفرات وكانت على عينك يا تاجر. إضافة ليست فقط الآن، حتى الانتخابات التي قد سبقت ذلك، والكل العراقيين يتذكرون كيف حرقت صناديق الانتخاب وكيف حرقت الأجهزة البيرومترية وكيف وكيف. المشكلة هو هذا الترحيل. هنالك السياسي العراقي الإطار والعقلاء يعون جيدا أن هنالك مشروع شيطاني يدفع إلى حدوث فتنة
داخلية داخل البيت الشيعي وداخل البيت الكردي وحتى داخل البيت السني. قد يكون البيت السني هو أقلهم لأنه تقريبا شبه أنه ذاق الأمرين بعد فتنة داعش الذي استدرجوهم بها وقتلوا شبابهم ودمروا البلد بذلك، فأصبحت لديهم تجربة ومناطقهم الآن شبه مخربة. لكن هنالك يجب أن تكون فتنة كردية كردية وشيعية شيعية. هذا هو المخطط الشيطاني الذي يحاولون أن يسعون لذلك. الإطار يستطيع أن يذهب ويقرر كل شيء، لكن المشكلة الذي يسطو على المؤسسات الدولة ليس حزب كالحزب الشيوعي أو حزب آخر لديه يعني ميليشيات، لديهم قتلة مأجورين، ما زلنا نتذكر البطة والميليشيات والسلاح المنفلت وكل شيء، والآن هم يتكلمون بقوة السلاح. لو لم تكن إذا ما تحدثنا عن الفاعلية الأممية أو الفاعلية الدولية، هل سيكون في الأيام المقبلة حوارا وطنيا لربما برعاية أممية؟ قد يكون إذا رأت اللاعب الكبير والأمم المتحدة إذا رأت أن اللعبة سوف تنتهي ومصالح هذا الصراع الداخلي إذا حدث سوف كل عملائها في الداخل، قطعا سوف تتراجع وتتحول إلى الخطوة باء، وتحاول وهي الآن ما تحاول أن تفعل بالإبقاء على الكاظمي وكابينته المرتبطة خارجيا أكثر من مرتبطة بالدولة، وهذا بات واضحا. إضافة إلى أن تعطي مطامع إلى مثل القانون الأمن الغذائي والمليارات التي تم رصدها وفضيحة غلام علي غلام و600 مليون دولار التي أدت إلى استقالة وزير المالية، هذا أصبح السرقات على عينك يا تاجر. هذه المشكلة التطميع إلى الجهة السين التي تستغل العنف والإرهاب الشارع لتدمير مؤسسات الدولة، إضافة إلى تسليط أساساً ضغط الدولة رئيس وزراء وكابينة هي مرتبطة أساساً بالخارج، هنا يحاولون أن يعني يحصرون السياسي العراقي بين أمرين، أما الفتنة والإحتلال الداخلي أو المضي والرضوخ. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علاء الصفار السياسي المستقل، حدثتنا عبر سكايب من السويد، وتتفضلون بقاء معي ضيوف الكرام كي نتابع في الملف الآخر بعد الفاصل. استقالة علاوي، البحث في الأسباب والمآلات والمزيد من التكهنات مع المتغيرات. حياكم الله. في خضم الأزمة السياسية اللي تمر بها البلاد، قدم وزير المالية استقالته خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، ورغم ما أعلن من أسباب عن تلك الخطوة وأنها جاءت في الوقت بدل الضائع من عمر حكومة تصريف المهام، فالأمر يدل على وجود كوارث مالية لا يراد للشعب الاطلاع عليها ومعرفة الجهات اللي تقف خلفها. نفتح وياكم مشاهدي الأحبة موضوع الاستقالة ومآلاتها بعد مشاهدة تقرير الزميل علي حبيب. لم تمر سوى ساعات معدودات على أطلاق أموال الصرف لقانون الأمن الغذائي للوزارات والمؤسسات حتى بادر وزير المالية علي علاوي بتقديم استقالته إلى مجلس الوزراء الذي لم يتردد رئيسه في قبول تلك الاستقالة. علاوي الذي لم يلمح سابقا لخطوته هذه ولم يكشف عن الأسباب التي دفعته لتلك الاستقالة، فنصه عبر عن شكوى وتذمر الوزير من عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة، وفي الوقت ذاته كانت سردية البناء وركز على إنجازات الوزير والحكومة التي انتقدها في سطور أخرى. وما بين هذه الاتجاهات المتعددة لأسباب الاستقالة تكون الأرضية خصبة لمزيد من التكهنات التي تتحدث بعضها أن هناك ارتباطا وثيقا مع التسريبات الصادرة أن علاوي يطمح بأن يكون رئيس الوزراء
لحكومة انتقالية تكون مهمتها التهيئة لانتخابات مبكرة وبالتوافق بين الإطار والتيار، في حين يذهب فريق آخر لفرضية اتصال هذه الاستقالة بترحيل التيار الصدري لمظاهراته التي كان محددا لها يوم السبت المقبل، وهو أي الوزير يمتلك من الأسرار ما هو خطير، وإذا ما كشفها ستكون رصاصة الرحمة في جسد الكتلة التي دعمته أولا في الاستيزار وبعد ذلك استدعته في البرلمان. وثالث هذه التوقعات وضعت الوزيرة في دائرة الاتهام، وتشي أن هناك اشتباك خفي عقب صفقة الفساد بين الرافدين وعشتار، فنص قوله من يريد أن يعرف ملفات الفساد عليه أن يتتبع خيوط صفقة 600 مليون دولار، وبين كل التخمينات تبقى التساؤلات تبحث عن أجوبة لتقديم الوزير استقالته في هذا التوقيت بالذات وفي حكومة مستقلة من الأساس. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجدد ترحابي بضيفي الكريمين الدكتور خالد عبد الإله والدكتور أحمد العيساوي. دكتور خالد، لما وزير مالية يستقيل يقدم استقالته بعشر صفحات يذكر فيها يعني من ضمن ما ذكر أنه أسباب مطولة، خلينا نناقش موضوعة بالبداية قدم ثلاثة أسباب رئيسية إذا ما صنفناها: عدم قدرته في الاشتغال ضمن حكومة تصريف الأعمال، الثانية أنه هنالك جملة معوقات، ضواغط سياسية، جماعات ضغط لا يستطيع العمل معها، شكل وطبيعة النظام السياسي، جمود الدستور أشار لها في موضوعة استقالته، كيف ترى هذه المبررات؟ يعني أول شيء، هذه ليست المرة الأولى الذي يقدم وزير المالية استقالته، أكثر من مرتين قدم الاستقالة وهذه الثالثة. بعض بدأ يتحدث عن قانون الدعم الغذائي سموه طوارئ، لكن حتى هذا القانون عندما شرعه البرلمان يمكن لأي شخص آخر يذهب للمحكمة الاتحادية يستطيع أن يقف هذا البرلمان الذي شرعه البرلمان. دليل على ذلك هو ما يتعلق بأن البرلمان في المادة 60 من الدستور أعطيت صلاحية لمجلس النواب بمقترحات مشاريع القوانين التي ليس فيها جنبة مالية. صحيح الحكومة لم تشرع أو لم تدفع مقترح القانون عن طريق الحكومة لأنها حكومة تصريف أعمال، لكن بالوقت نفسه البرلمان لا يستطيع أن يتحدث عن تشريع مثل هذا القانون، وعلى الرغم من أنه شرع يعني بشرع من قبل مجلس النواب، لكن يمكن من خلال المحكمة الاتحادية الطعن بشرعية هذا القانون كون أن هذا القانون فيه جنبة مالية وليس من اختصاصات مجلس النواب العراقي أن يشرع قوانين أو يقترح قوانين فيها جنبة مالية. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية هو ما يتعلق بالصراع السياسي والانسداد السياسي، ووزير المالية في أكثر مناسبة تحدث عن خطة اقتصادية أو اختلاف فيما يتعلق بالورقة البيضاء التي قدمها السيد الكاظمي عندما استيزر رئاسة مجلس الوزراء وقال بأن هنالك إصلاحات اقتصادية. كان هنالك ضوابط كبيرة جدا، كان هنالك اتهامات للوزير بالنسبة إلى سعر الصرف الدولار بالنسبة للدينار العراقي، وهو كان يسعى لأن يكون هنالك ثبات لهذا الموضوع بدون أن يكون هنالك رجوع إلى سعر الصرف القديم. الوزير أيضا لديه سياسات كانت اقتصادية في عملية هيكلة الاقتصاد العراقي، أعتقد جمود القوانين وعدم قدرة مجلس النواب العراقي على تشريع القوانين هي كلها أيضا أسباب أساسية مهمة جدا، فضلا عن ما يتعلق بما يسمى بوابة عشتار أو شركة وذهب إلى رئيس مجلس القضاء على السيد فائق زيدان واجتمع معه وقال بأننا سوف نفتح كل الملفات التي فيها كثير من المشاكل، لا سيما عقارات الدولة، الضرائب، الأراضي اللي تابعة لوزارة المالية، كلها نتوقع هي مسارات واضحة قد يكون هي التي دفعت المعالي الوزير أو السيد الوزير المستقيل إلى تقديم الاستقالة، وهذه أول مرة تحدث يجب أن نتحدث عنها بغض النظر عن حيثيات الموضوع. هذه أول مرة تحدث، لا نتحدث عن حكومة تصريف أعمال أو نتحدث عن حالة سابقة لم تحدث إلا مع وزير الصحة أيضا الذي قدم استقالته بسبب أيضا ضواغط وقوة سياسية أخرى لم يسمها بشكل توصيف فيما يتعلق بشركات اللقاحات والأدوية. عندما أراد أن يصلح من عمل الوزارة لاحظ بأنه لا يستطيع أن يصلح بفعل التدخلات السياسية، نفس المسببات ونفس الأبرار قدمها وزير المالية بهذا الخصوص.
دكتور احمد، يعني فضلا عما تفضل به الدكتور خالد عبد الاله، يعني لاحظت حضرتك بالملف الاول مهتم جدا بتحليل الخطاب وتحليل المضمون. ايضا الدكتور مصطفى الناجي قدم لنا ورقه بحثيه عن هذه الاستقاله، يعني احصانا انه ذكر الوزير المستقيل دورا سلبيا للاحزاب والقوى السياسيه 12 مره، جماعات المصالح الخاصه 8 مرات، ذكر مصطلح الفساد 18 مره، وهي مؤشرات قد تفسر مجمل رؤيه الوزير للعمل الحكومي طيله مدة استيزارة كما أشار الدكتور خالد عبد الله. كيف تنظر إلى هذه المعطيات؟ هل أنه سمى الأسماء بمسمياتها أم بلحاظ التحليل؟ طبعا أنا قرأت الاستقالة كذا مرة، وحدها هذه الاستقالة المفروض توقف لها الدولة على رجل ونص. المفروض النزاهة تروح تتبع ويا الوزير شنو هاي اللي ذكرها بالملف، واليوم وزير مالية ووزارة سيادية وبيده فلوس الدولة كليتهم، وهو صار له كذا يعني كذا سنة، صار له سنتين، ولهذا الامر المفروض تستدعيه وتقول له تعال شنو الموضوع، شنو السالفه، ليش استقاليت؟ مو وزير افترض هو احد الضيوف في حلقه سابقه افترض ان تقدم هذه الاستقاله للمدعي العام قبل نعم قبل توقيعها والقبول نعم بها. نعم، شوف هو مو معاون ملاحظ يروح يستقيل ويقعد يم اهله، هو وزير وبيده فلوس الدوله كليتهم، واحنا اليوم حكومه تصريف اعمال اليوم وزير ولديه ملفات، وذكر ملفات فساد، وهذا الكلام مو كلام من مواطن عادي ولا من محلل سياسي يحكي ويروح، هذا كلام وزير، يعني هو اللي مطلع اكثر شيء على الملفات. انه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه ايضا حتى نعم. اعلى من مستوى وزير. نعم، ولهذا السبب يجب اليوم ان يعقد جلسه البرلمان ويستدعي رئيس الوزراء ويستجوبه، ليش هذا الموضوع صار؟ وشلون قبلت الاستقاله؟ وليش ما حولتها للنزاهه؟ وشنو موضوع الفساد اللي ذكره الوزير؟ والوزير ما يحكي كلام انشاء ولا جاي يعبر عن هذا، يقدر بمره واحده يقول انا صحتي ما تسمح لي واريد استقيل. نعم. ليش ذكر الفساد وغضب؟ هذه ليست اول مره، ولكن هاي المره مسببه بعشر صفحات ليس بالقليله. نعم، انا اقصد انه الوزير اليوم يقدر لو يريد يستقيل فرضا يعني كان قال انا صحتي مو زينه واريد استقيل. نعم. مو يذكر انه الفساد والضغوط الفساد وزعيم سياسي يضغط علي، والمفروض هذه كليتها تنعرض امام المواطن وامام القضاء وامام النزاهه، هيئه النزاهه اليوم المفروض تاخذ دورها ايضا بالوزاره، مو مجرد انه استقاله وشفتها ذهبت مع الريح، حتى في الاخبار لم تذكر اي شيء عنها، وتقريبا حوصرت وانتهى الموضوع في استقاله وزير الماليه، هذه المفروض وحدها يعني المفروض تستجوب الحكومه كليتها ويستجوب رئيس الوزراء على هذا الموضوع، لكن اليوم ظرف البلد، شوف وغياب السلطه التشريعيه، هاي لما تغيب السلطه التشريعيه عن البلد ولمن يكون البلد ما به سلطه تشريعيه، وسابقا ما استجاب حتى من يعني في بدايه ظهور السلطه التشريعيه وانتخابها ما استجاب. نعم. ما استجاب لجلسه البرلمان وحضورها، قال انتم مو انتم اللي ناطين الثقه، فبالتالي ما حضر في جلسه مجلس وكان البرلمان. كان بدايه البرلمان ضعيف، كان شد وجذب، كان كتل خارج البرلمان وكان موضوع شد وجذب. شوف نحن اليوم نظامنا واستاذنا يعني استاذ حيدر كله يعرف انه نظامنا برلماني وتشريعي ورقابي، من البرلمان يبدا من البرلمان وينتهي في الحكومه الى باقي الدوائر. اليوم احنا لا نزاهه تراقب ولا برلمان اكو ولا قضاء يعني اليوم ياخذ دوره، ووضع البلد متكهرب فما يقدر ياخذ دور كبير في هذا الموضوع. لهذا السبب تشوف كل اللي يدور بالبلد اليوم هو غامض. انت شركه تتعاقد وبعدين تفسخ وتاخذ 600 مليون على شنو؟ على اي صف؟ وبعدين القضاء يقول لا احنا رجعنا بالكلام وراح نستدعي فلان وراح نستدعي فلان، هذه كلها يجب الوقوف عليها. ومن ضمن ما ذكره الوزير يعني وهذه كانت لافته لجميع الشباب يعني حتى الكل، وذكر انه يجب ترك الدور للشباب ويجب ما ادري شنو، وهذا اللي احنا رفعناه شعار قديم، قلنا دوله دون شباب دوله دون مستقبل، احنا البلد 70% منا شاب. وهذا الكلام يجوز يزعل بعض اللي يعني اللي يديرون، لكن هم يديرون وهم زعامات وقامات سياسيه، لكن يجب ان يتركوا الدور للشباب في اداره الدوله. اليوم الشاب لديه فكر يختلف عن 2003 ويختلف عن 2010 ويختلف عن 2006، ولهذا السبب هسه متغير يعني بحاجه الى يعني بين انه في موضوعات الشباب. خلي يعني في اجوبه قصيره لو سمحتم حتى نغطي الموضوع بشكل اكثر. دكتور خالد، لما نتحدث عن امتعاض وزير الماليه من اجراءات رئيس الحكومه حول علاقته مع اقليم كردستان بانه يسلمهم المبالغ دون ان يسلموا مستحقاتهم، وبالتالي ايضا كانت هذه واحده من مبررات الاستقاله، كيف تنظر اليها؟ هذا يدل بأن اليوم اللي يحكم عمل الحكومة هو ليس القوانين أو حتى الدستور العراقي،
وإنما تطيف خواطر أو علاقات شخصية ما بين الحكومة. ليش ما كان هو من ضمن من يطيبون الخواطر؟ أشرت أنه هو نائب رئيس ما يخالف، بس الرئيس مجلس القضاء هو المسؤول التنفيذي الأول استداد النص المادة 78 و80 هذه حقيقة أساسية واضحة للعيان. وبالتأكيد هنا نتحدث عن أزمة كانت أيضا ببداية استلام السيد الكاظمي، هو طبيعة العلاقة ما بين الإقليم والمركز. السيد عادل عبد المهدي أسس إلى ما يتعلق ب 250 ألف برميل يوميا مقابل الأموال التي تطلق إلى الإقليم، لكن الإقليم لم يلتزم بعملية الدفع. فلذلك نتوقع اليوم وزير المالية أراد أن أيضا يلقي الحجة بأن السيد الكاظمي هو الذي كان يأمر بعملية إطلاق الأموال، بمعنى أنه يتخلى عن مسؤوليته كوزير أو نائب رئيس وزراء ويضع المسؤولية أمام رئيس وزراء، وهذا قد تعطي رسالة إلى القوى السياسية الأخرى بأن المستقبل القادم قد يكون هنالك استجواب للسيد الكاظمي وفق هذه المسار. كيف نستطيع أن نتحدث عن أموال تخرج من وزارة المالية وتعطى للإقليم بدون أن يكون هنالك ما يعزز من دفع الأموال إلى وزارة المالية أو ما يتعلق بالبنك المركزي؟ والوزير دائما كان يتحدث بأن هنالك وفرة مالية، يجب هذه الوفرة المالية أن تنعكس على الاستثمارات والمشاريع القطاع الخاص، لا أن تتحول إلى مسألة دفع رواتب أو ما يتعلق بما يسمى بالموازنة التشغيلية. هذه كانت عقدة مشكلة. أنا أتوقع الوزير كان يريد أن يصلح الاقتصاد على سبيل المثال، ولكن بالطرف الثاني هنالك كانت عراقيل سياسية تحول أمام تحقيق هذه الإصلاحات الاقتصادية المدروسة بشكل حقيقي بفعل سياسات أنا أتوقع الخاطئة المتراكمة سابقا. طيب، وبالتالي دكتور أحمد يعني المسألة تاهت على المتتبع، يعني وسط كل هذه الانتقادات وعشر صفحات، ولكن اختتمها أيضا بعبارات الإشادة بدور حكومة تصريف الأعمال. يعني يضع الوزير أنه عدة معايير استخدمها في نجاح حكومة السيد الكاظمي، أنه الحكومة حافظت على وحدة الوطن، حماية الناس من التهديدات الداخلية والخارجية، أيضا ذكر وفاء الحكومة بالوعود اللي قطعتها عند تشكيلها بإجراء الانتخابات المبكرة في إطار زمني، أشار إلى نجاح الحكومة في تحقيق أهداف البرنامج، برنامج الإصلاح السياسي والإداري ومكافحة الفساد. يعني هذا من باب المجاملة، من باب الوقوع في الخطأ البنيوي، كيف تنظر إلى هذه المفارقة؟ طبعا هو من باب المجامله. اليوم وزير مستقيل وراح يروح يشيل جنطته ويقعد بلندن وما حد يقول له وين رايح، طبعا من باب المجامله. واثنين ان حكومه السيد الكاظمي قطعت على نفسها 40 عهد او 40 ورقه اصلاحيه، ما نفذت منها بس 4 عهود في هذه الحكومه، هاي من سنتين وجاي، بس سوت انتخابات مبكره وصلحت والورقه البيضاء اللي رفعت سعر الصرف وخلاص، هذا الموضوع كل اللي سوته. احنا بحاجه اليوم الى فهم قبل هذه الكلمات الاخيره، فهمها من المافيات الفساد، من اللي هدد الوزير، وزير ماليه يهدد ويضغط عليه، من اللي جاب الوزير، شلون عرف انه كيفيه صرف الاموال، هو اشاد في عده مرات الى فساد ووجود ترهل وفتح ملفات وفتح ملفات، زين هاي الملفات شنو اللي ما فتحن الوزير وراح؟ هذه بحاجه الى مجلس القضاء الاعلان ياخذ دوره، وحتى هيئه النزاهه اليوم هو موظف عند الدوله، هو بعد لحد الان موظف وبعد لحد الان محسوب على الدوله، حتى لو استقال اليوم المفروض تستدعيه كموظف للدوله وتستجوبه، شنو هذه اللي انت ادعيت بها؟ لا تقبل الاستقاله، يعني حسب القانون لا يتعامل معه كموظف. انا اقصد بعد الاستقاله هو وزير اليوم، وزير في الدوله العراقيه وهو مو مواطن عادي، وذكر كلمات خطيره تمس الامن، تمس الاقتصاد، تمس خليجي، استجوبه النزاهه، مجلس القضاء الاعلى يفتهم هذه وين صايره، لو هي الموضوع ينتهي. قلت لك هو مو مواطن عادي، وحتى هو مو موظف عادي في الدوله اليوم، هو مو معاون ملاحظ مع احترام لكل المناصب اللي موجوده في الدوله حتى يستقيل ويروح، هو وزير ماليه. وزين استقالته تبنى على شيء، اليوم انا استقالتي بنيت على انه اكو فساد واكو شيء بالدوله مو صحيح واكو سياسه ماليه مو صحيحه، تعال قل لنا احنا ما خرب الدوله وراك وتعفى وتروح. لهذا السبب نحن بحاجه الى تفعيل هذه الادوار. واما اليوم المجلس، يعني مجلس النواب اذا عقد بامكانه انه استدعاء السيد الكاظمي والتصريح له بالاستقاله، ممكن انه حتى يحقق مع السيد الكاظمي بهذا الموضوع، ليش استقال وزير مهم وهو نائب لك، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه والماليه؟ لهذا السبب شوف
نحن لما يغيب كل هذه الادوار الرقابه التشريعيه والقانونيه يبدو الفوضى يعني في 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 مؤسسات الدوله. رجع للمحور الاول انه في مآلات تشكيل الحكومه والمضي في المسارات الدستوريه. نعم حتى قانون الامن الاقتصادي اليوم هو اشار اليه. نعم حتى في هذا القانون. نعم شكرا جزيلا دكتور احمد العيساوي عضو الهيئه العامه لتيار الحكم الوطني، اثريت الحوار في الملفين، وشكر كثير لحضرتك الدكتور خالد عبد الله عميد كليه العلوم السياسي في الجامعه المستنصريه. شكرا جزيلا لهذه الفرصه المعرفيه. شكري موصول لكم مشاهدي الاحباء على حسن المتابعه، في امان الله. We'll be right back.